بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلاب طلاب الصف الأول الثانوي مقررات استكمالا لدروس الوحدة الرابعة هنستكمل النهاردة حديثنا عن الحرب العالمية الثانية حوارنا النهاردة يكون عن أسباب الحرب العالمية الثانية تعالوا نشوف مع بعض أهم أسباب الحرب أول سبب للحرب معاهده الصلح التي انهت الحرب العالميه الاولى طيب كيف كانت معاهده الصلح سبب في الحرب العالميه الثانيه لان معاهده الصلح تضمنت ظلما واضحا لالمانيا واعتبر الالمان ان الاتفاقيه كانت بالنسبه لهم بالنسبه لهم اتفاقيه ظالمه ومجحفه مما دفع المانيا ودفع هتلر الى الرغبه في الانتقام من دول الحلفاء واستعاده مكانه المانيا مره اخرى في القاره الاوروبيه وعلى مستوى العالم. فنقدر نقول ان الحرب ان معاهده انهاء الحرب العالميه الاولى كانت من الاسباب الاساسيه في اندلاع الحرب العالميه الثانيه. طيب السبب الثاني سباق دول اوروبا في مجال التسلح الحربي واقامه الاحلاف العسكريه. شوفنا الحصة الماضيه كيف اندفعت المانيا نحو سياسه تسلح وزياده عدد القوات وتطوير الاسلحه البريه والبحريه والجويه وفي المقابل بدات دول المحور هي الاخري سباق نحو التسلح وسباق التسلح بالطبع ادي في النهايه الي اندلاع الحرب السبب الثالث الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه التي عاشتها الدول الاوروبيه بعد الحرب العالميه الاولى. انتشرت البطاله وضعفت حركه التجاره وبدات كل الدول تعاني من مشاكل، وبالتالي كان البعض يرى ان الحرب قد تكون مخرج من هذه المشكلات. السبب الرابع احساس فرنسا وبريطانيا بالتهديد المباشر من التوجهات النازيه في المانيا. زي ما شفنا ان هتلر في المانيا بدا ينادي بضروره استعاره الحقوق الالمانيه وبضروره سياده المانيا على القاره الاوروبيه وده سبب مخاوف كبيره جدا لدى الدول الاوروبيه وخاصه فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالميه الاولى تم انشاء عصبة الامم بهدف منع قيام حرب مره ثالثه مره ثانيه لكن للاسف عصبة الامم كانت ضعيفه وعاجزه عن وقف الانتهاك الدولي بل كانت تعمل لخدمه مصالح بعض الدول لدرجه ان بعض الدول انسحبت منها ولذلك كان ضعف عصبه الامم سبب غير مباشر لقيام الحرب العالميه الثانيه. السبب الس... اللي بعد كده واللي كان يعتبر هو العامل المباشر لقيام الحرب العالميه الثانيه هو مطالبه المانيا ببعض المطالب. ومنها استعاده مدينه دانزونج من بولندا باعتبار ان مدينه دانزونج ذات اغلبيه المانيه من السكان كذلك طلبت المانيا بالممر البولندي ولكن بولندا رفضت بتحريض من بريطانيا وفرنسا وده كان السبب المباشر اللي ادى الى قيام الحرب العالميه الثانيه إن شاء الله في الحصة التالية سوف نشاء أو نتابع نعل... معا كيف اندلعت الحرب العالمية الثانية والمراحل التي مرت بها الحرب